طلبة الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بيكم، ولازلنا بنستكمل الساعتين اللي احنا خدناهم مع بعض في الأول. دي الساعة الثالثة معانا. أتمنى أن أنتم ما تكونوش زهقتوا، يعني إن كنت تعبنا، يعني بالعكس كله يصب في مصلحتك إن شاء الله. الساعة الأولى والتانية ناقشنا الامتحان التجريبي، عرفتك إزاي تتعامل معاه وإزاي تحل وإزاي تلعب لعبة استبعاد. أكدنا على المعرفة واللا معرفة والبديهة والمسلمة، أكدنا على خلي بالك الحجج، الصيغ الرمزية ازاي نتعامل معاها. في الحلقة دي هنأكد بقى حضرتك على الباب الثالث والباب الثاني في الفلسفة، نشوف كده بعض الحاجات المهمة. هنبدأ بالباب الثالث، والوقت لو قضى إن شاء الله هنستكمل الباب الثاني معانا في الفلسفة. تعالوا نبدأ في الباب الثالث الفلسفة. قبل ما نبدأ، ما بحبش الإحباط، ما بحبش إن أقلم اشتغل، اعمل حاجة أحسن من لا شيء، اعمل حاجة، الهدف والمستقبل. ما بحبش الشعارات، بس صدقني كلام مكتوب بالعربي إن شاء الله، بإذن الله لو لنا عمر بإذن الله إن شاء الله. لما تخش الجامعة هتيجي تبص للسنة دي على متعبة، بس عشان أنت فيها، في ضغط بس عشان أنت فيها. لما تيجي تخش الجامعة تقول أنا لو يرجع بيا الزمن كنت، فبلاش كنت، احنا لسه لازلنا موجودين. تعالوا نبدأ الباب الثالث ونشوف يا ترى هنتناول فيه ايه. تعالوا نشوف مع بعض. هبدأ الباب الثالث من أوله. أنا عايزاك بقى تخلي بالك من الباب ده. أنا عندي باب اسمه أخلاق المهنة. طبعا احنا هنتناول شرح المرة الجاية لو لنا عمر، هناخد الحل كله. أخلاق المهنة، أول حاجة بس سرعة عايزة تلفت انتباهك لكلمة اسمها دور العمل في تقدم الأمم. أنا مش عايزة أشرح، أنا عايزة أعلمك إزاي هتعرف تختار. دور العمل في تقدم الأمم، نص الكتاب عندك أو أي مصدر أنت بتذاكر منه، أول جزء في الباب الثالث بيكلمك على دور العمل في تقدم الأمم. في شغل الأمة تتقدم، مفيش شغل إذن الأمة لن تتقدم. تعال بص لي على ماليزيا. ماليزيا تقدمت من دولة فقيرة لدولة بسميها دولة متقدمة من خلال العمل. إذا العمل يميز الإنسان عن الحيوان. خلي بالك الحديد تم تحويله لطيارة وسيارة. خلي بالك هناك بعض الأشياء التي لا تستجيب مباشرة لحاجاتنا يتم تحويلها حتى يتم الاستجابة ليها. إذا معنى كده الجزء ده وانت بتحل ثلاث اختيارات يهموني عشان تعرف تختار بس ازاي صح. انا عندي بيجيب لك السطرين ويجي يقول لك لو سمحت بعد قراءتك للسطرين، هو ده دور العمل في تقدم الامم ولا ده حضرتك دور الابداع في العمل ولا كلمة اسمها ترويض الطبيعة؟ عشان تعرف تختار امسك بس الاختيار الاولاني. الجملة بتتكلم على دولة انتقلت من مرحلة الصفر لمرحلة متقدمة. اذا لمحت كلمة العمل اساس التقدم تختار دور العمل في تقدم الامم. طيب كلمة ابداع في العمل امتى بتختارها؟ كلمة ابداع لو لمحت ان احنا اعتمدنا على تقنيات حديثة، اختراعات، روبوت، كلمة خيال علمي، اذا تختار كلمة ابداع في العمل. خلي بالك نص كتابك عنوانك دور العمل في تقدم الامم، بس انا بلفت انتباهك ان بقى يجيب سطرين وادي العنوان بيتقسم لثلاث مقاطع، دور العمل في تقدم الامم، ابداع في العمل، وترويض الطبيعه. هنا لمحت ان في بلد انتقلت من مرحله لمرحله، هنا لمحت حضرتك ان العمل هو اساس التقدم ونهضتها في المستقبل، اختارها وانت تكون واثق من نفسك. ابداع في عمل، كلمه ابداع في عمل تلمح ان الجمله بتتكلم على تقنيات، على وسائل، على اختراعات، على ابتكارات. كلمه ترويض الطبيعه تلمح ان الجمله بتتكلم حضرتك على تحويل حاجه من شيء لشيء، بمعنى حولت الحديد لطياره وسياره. هناك بعض الاعشاب لا تستجيب مباشره وانما تم تحويلها. واضح؟ تعال نشوف حته تانيه عايز الفت انتباهك ليها. الباب دوت فيه ثلاث تعريفات. كلمة اسمها أخلاق المهنة، كلمة اسمها الوظيفة العامة،
كلمة اسمها أخلاق الوظيفة العامة. أخلاق مهنة، تعالى بطريقة سهلة ومبسطة. معايا مدرس، معايا مهندس، معايا ضابط، معايا قاضي. حضرتك هل ينفع نسيب الناس تشتغل كده كل واحد وفق هواه؟ طب كل واحد وفق دينه؟ طب كل واحد وفق ضميره؟ لا. إذن كلمة أخلاق المهنة هتلمح جملة بتتكلم على قواعد، على معايير يجب اتباعها في نقابات، في منظمات، في مؤسسات. خلي بالك لا نعتمد على لا ضمير ولا الدين، لابد من وضع قواعد. اذا عشان تختار اخلاق المهنه وانت مستريح هتعرف ان جمله بتتكلم على قواعد وعلى معايير لا تستقيم المهنه بدونها. طبعا هو مش هيجيب لك كلمه لا تستقيم المهنه بدونها، وانما هيجيب لك مجموعه من القواعد والمعايير. خلي بالك هنعتمد عليها. هنعتمد عليها في ايه؟ هنعتمد عليها في مؤسسه، هنعتمد عليها في منظمه، هنعتمد عليها في شركه معينه. يبقى اختار اخلاق المهنه. عندي كلمة اسمها الوظيفة العامة. كلمة الوظيفة العامة امتى بختارها؟ انا معايا الشخص ده، الشخص ده بيروح مكان يشتغل. طالما بيروح مكان يشتغل يعني بيقوم بمجموعة من الواجبات والمهام، في المقابل حضرتك بيحصل على حقوق وامتيازات مقابل انه بيقوم بهذه الواجبات والمهام. إذا كلمة وظيفة عامة تختارها فرد بيقوم بحاجة وفي المقابل يحصل على شيء، إذا نختار ده تعريف الوظيفة العامة. لو أنا اعتبرت عندي شخص بيشتغل في مكان معين، بيروح مستشفى، الله أنت بتعمل إيه؟ بعالج الناس، بكشف عن الناس، يبقى بيقوم بواجبات ومهام، في المقابل بيحصل على حقوق وعلى امتيازات. تعالى في أخلاق الوظيفة العامة. أخلاق بتكلم على تمييز ما بين سلوك صحيح وسلوك خاطئ. أخلاق بتكلم على عدم الانجراف، عدم الانحراف، ما يكونش فيه فساد. إذا معنى كده دي بسميها أخلاقيات الوظيفة العامة. في فرق ما بين الثلاث حاجات. أقرأ سؤالي كويس عشان أعرف أختار. تاني كده، عشان تختار أخلاق المهنة تلمح إنها قواعد معايير اتحطت تنظم لي أي مجال، منظمة، مؤسسة، شركة، نقابة. وظيفة عامة شخص بيقوم بما في مكان بمهمة في المقابل بيحصل عليها على حاجة. أخلاق الوظيفة العامة هتلمح إنها كيان تنظيمي لمؤسسة معينة. تمييز ما بين سلوك صحيح وسلوك خاطئ. إمتى يحصل الإنجراف؟ لو كل واحد عمل المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. الورقة قدامنا، ألفت انتباهك لحاجة، إن أنا عندي كلمة اسمها أخلاق. حضرتك بتاخد الباب الثالث اسمه أخلاق المهنة. إذا ما علاقة الأخلاق بأخلاق المهنة؟ علاقة كل بجزء. بمعنى كلمة أخلاق قواعد معايير مطلقة بحتة غير قابلة للتعديل. إحنا بناخد منها باب اسمه أخلاق المهنة، يبقى علاقة جزء بميم بكل. تعال نشوف الجزء ده برضو يهمني والفت انتباهك ليه. تعالى كده بصلي، انا عندي ثلاث عناوين من ان انت تتملك وتتمكن في ان انت تعرف تختار ما بينهم. عندي كلمة اسمها عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة. عندي كلمة اسمها مبررات اهتمام المؤسسات بالوظيفة العامة. عندي كلمة اسمها آليات تعتمد عليها المؤسسات في الوظيفة العامة. تعال نبدأ. عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة. كلمة عناصر معناها متطلبات. عايز ايه من اي موظف في الدولة؟ قول لي كده الصفات التي تتمناها وجودها في اي موظف. امانة، سرعة، انجاز، إخلاص، إتقان، يحافظ على العادات، يحافظ على التقاليد. معنى كده دي بسميها عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة. عناصر معناها متطلبات. عايز إيه من أي موظف؟ إذا تقرأ جملتك، ابذل مجهود، اقرأ الجملة. الجملة بتتكلم على صفة موجودة في الموظف، صفة السرعة، طب الإخلاص، طب الإتقان، طب يحافظ على الممتلكات، طب على العادات، طب على التقاليد. حضرتك تختار عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة. مبررات اهتمام المؤسسات بأخلاقيات الوظيفة العامة. يا ترى
ما النتيجة المترتبة على اهتمام الموظف بعناصر أخلاقيات الوظيفة العامة. أقولها لك بطريقة سهلة، إيه النتيجة؟ اسأل نفسك إيه النتيجة اللي إحنا هناخدها لو كل موظف أخلص في عمله وعمل إتقان وإخلاص وإنجاز، يا ترى إيه النتيجة؟ إيه المحصلة؟ يبقى معنى كده النتيجة دي هتترتب على المواطن، النتيجة دي هتترتب على التعامل مع الجمهور، تحسين خدمة مقدمة للجمهور، الله، ضمان الشفافية في التعامل مع الجمهور، زيادة انتماء وولاء في المؤسسة، حرية تفكير وحرية إبداع ما بين العاملين. يبقى معنى كده اقرأ جملتك كويس، اقرأ السطرين بتوعك. صفة موجودة عند الموظف يبقى دي اسمها عناصر ومتطلبات أنا عايزها في أي وظيفة. يا ترى نتيجة مترتبة على اهتمامي بعناصر أخلاقيات الوظيفة العامة يبقى دي اسمها مبررات. آليات، كلمة آليات تعتمد عليها المؤسسات، كلمة آليات معناها قواعد، تعليمات، إداريات تعتمد عليها المؤسسات داخل المؤسسة. بمعنى تعالى كده خش عندنا المدرسة هتلاقي مجموعة عندنا من القواعد والتعليمات. إيه القواعد؟ كل واحد بيبقى عارف سلطته واختصاصه سواء موظف أو إداري، كل واحد عنده ضمير ذاتي والضمير الذاتي يضمن الاستمرارية. داخل المؤسسة في مدرستي في حاجة اسمها النظام الرقابي، ده بيراقب على ده وده بيراقب على ده. عندي في مدرستي الموظف الكفء بنديله شهادة تقدير، الموظف الغير كفء خلي بالك بيتم خصم منه أو وضع جزاءات راضية عليه. يبقى معنى كده أنا عايزاك تفرق ما بين 3 عناوين، عناصر ومبررات وآليات. كلمة عناصر عايز من الموظف، كلمة مبررات خلي بالك يا ترى إيه النتيجة المترتبة لو كل واحد اهتم بوظيفته، كلمة آليات قواعد تعليمات تتم داخل المؤسسة. تعالى كده نشوف، أنا عندي عنوان اسمه فوائد ميثاق أخلاق المهنة. أول نقطة عندي كلمة اسمها الصورة الذهنية الإيجابية، تاني حاجة اسمها الالتزام بالوسائل القانونية، تالت حاجة عندي كلمة اسمها تحسين الأداء، رابع حاجة عندي اسمها الاستخدام الأمثل للموارد. أديك مثال سهل ونعرف نطبق عليه. أنا أعتبر إن سوريا عايزة حد يصنع لي مكتب بهذا الشكل، شايف المكتب اللي انت شايفه ده اللي احنا بنصور عليه في الاستوديو؟ هروح لمصنع اقول له انا عايزة لو سمحت مكتب، هتسلمهوني امتى؟ قال لي تعالي كمان 15 يوم استلميه. لو رحت كمان 15 يوم ولقيت المكتب، اتعامل مع المصنع ده تاني ولا لا؟ طب ليه؟ لان التزم بكلمته، باتفاقيته، بمعاهدته. العنوان عندي اسمه فوائد ميثاق اخلاق المهنة. ميثاق معناها قواعد ومعايير. أول حاجة صورة ذهنية إيجابية، المصنع كان عنده حسن ظن، المصنع التزم بكلمته، المصنع احتفظ بكلمته، يبقى معنى كده أختار صورة ذهنية إيجابية. صورة ذهنية إيجابية بتتكلم على حسن تعامل، على التزام بزي، حفظ أسرار عميل، حسن ظن، التزام بكلمة ويوفي بها، يبقى اسمها صورة ذهنية ميم إيجابية. طبعا عندي كلمة اسمها الالتزام بالوسائل القانونية. وسائل قانونية معناها اعتماد على معايير وقواعد معينة. على فكرة المصنع عامل مدخنة عشان يحافظ على المصنع ضد أي تلوث. الله، ده المصنع ملتزم بقواعد ومعايير معينة، يبقى المصنع لن يتعرض لنوع من أنواع مساءلة قانونية نتيجة عدم التزامه بقواعد ومعايير. في فرق، خلي بالك. صورة ذهنية، التزام بكلمة، التزام باتفاقية، والتزام بوسائل، التزام بعادات، التزام بطريقة معينة. تعال في تحسين الأداء وخليك كده معايا عشان تعرف تختار ما بينهم. لو أنا رحت أستلم المكتب فلقيت إن الخشب اللي هو عاملهولي خشب مفرول، خشب بينزل أو ضد المواصفات، هستلمه؟ لا، هطلب منه حاجتين. هطلب منه أول حاجة أستأذنك مش هستلمه، يا اما ترجع لي فلوسي، يا اما تعمل اعاده تصنيع، يا اما هرفع قضيه عليك. اذا اي مشكله جنائيه تختار تحسين الاداء.
زيادة في التكاليف تختار تحسين الأداء. تحسين الأداء معناها إن المصنع ما حسنش أدائه، وبالتالي هيتعرض لنوع من أنواع المشكلات القضائية والجنائية وزيادة في التكاليف. تعالى في الاستخدام الأمثل للموارد. كلمة استخدام أمثل للموارد معناها صاحب المصنع جايب آلات كويسة، وبالتالي العمال لن يصابوا بأي نوع من أنواع الأمراض. صاحب المصنع بيتجنب إهدار الوقت ويتجنب إهدار الطاقة. خلي بالك كويس، خليك شواف حساس، تعرف تفهم السؤال فتعرف تختار صح. وارد إن أنت تغلط، بس اغلط في المرحلة دي، اغلط في الفترة اللي احنا فيها دي، اغلط وتعلم، وقع وقوم وقع وقوم لحد ما تتمكن من ان انت تقف واقفة بإذن الله صحيحة. قبل ما ننقل على العنوان، ما تنساش فوائد ميثاق أخلاق المهنة. صورة ذهنية بتكلم على حسن ظن، التزام بكلمة، التزام بوسائل بتكلم على قواعد. كلمة تحسين الأداء معناها هرفع قضية، مشكلات جنائية هتحصل فيها. كلمة استخدام أمثل للموارد معناها تجنب إهدار الوقت وتجنب الطاقة، تجنب إهدار الطاقة، خلي بالك، وأجيب آلات كويسة. تعالوا نشوف الحتة دي، مهمة جدا جدا. دور الفيلسوف في وضع ميثاق أخلاق المهنة. دور الفيلسوف إيه؟ 1 تحليل، 2 تحديد، 3 وضع، 4 مبادئ. تحليل، تحديد، وضع، مبادئ. كلمة تحليل وتحديد ووضع مبادئ، لو مشيت على طريقتي هتعرف تختار. احنا هنا طالبين من الفيلسوف ان الفيلسوف يحط لنا ميثاق اخلاق المهن. هنجيب الفيلسوف. بعد اذنك يا فيلسوف تعالى حط لنا ميثاق اخلاق المهنه، قدرتك العقليه محتاجين نسترشب بيها ونعتمد عليها في وضع ميثاق اخلاق المهن. راح الفيلسوف قال لا، قبل ما احط ميثاق اخلاق المهنه لابد من تحليل. هتحلل ايه يا فيلسوف؟ هيحلل المجتمع. إذن تحليل الواقع الثقافي واستخلاص القيم الأساسية. تعال أديك مثال. لا قدر الله بعد الشر عن أي حد، عندي بنت أو ولد كل ما بينزل بيغمى عليه بيغمى عليه، راح للطبيب، ينفع الطبيب يكتب له الدواء؟ لا، هيقول له اعمل تحاليل، بناء على التحاليل هنعرف نحدد لك الدواء المناسب. إذن عشان تختار كلمة تحاليل تعرف إن أنا بدور في المجتمع، بنقف في المجتمع، فبعرف اكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف اللي موجودة في المجتمع، اعرف ايجابياته وسلبياته. خلي بالك المجتمع ده يليق ليه كذا، المجتمع ده يليق ليه كذا، يبقى بستخلص المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع. انا عايز احط ميثاق للمجتمع، هل المجتمع المصري زي الاوروبي؟ لا. بتعرفي ازاي؟ بناء على تحليل مين؟ المجتمع. حللنا الواقع الثقافي، استخلصنا القيم الأساسية، هنبدأ نحدد. هتبدأي تحددي إيه؟ مبادئ السلوك الوظيفي والإداري. أحدد لابد من تقسيم العمل، لابد من التعاون. إذا ببدأ أحدد. هو أنت حددتي بناء على إيه؟ بناء على التحليل. أحلل، أحدد. أولها بطريقة سهلة، الولد أو البنت اللي أغمى عليه عمل تحاليل، راح للطبيب، هيبدأ الطبيب يحدد له أنت عندك أنيميا، عندك ضغط، انت عندك مش عارف ايه. هو ازاي حدد؟ بناء على التحاليل. اذا هنا استنادا من القيم التي استخلصها الفيلسوف هنبدا نحدد الاسس اللازمه ومبادئ السلوك الوظيفي والاداري. وضع اخلاقيه المهنه. هيبدا الفيلسوف يحط لنا قواعد واخلاق المهنه، وبيحط اخلاق المهنه يضعها بمشاركه المتخصصين. قدرة الفيلسوف العقلية أعلى من قدرة الإنسان العادي، وبالتالي إحنا محتاجينه يحط لنا ضوابط. تعليم لا اقتصاد لا ثقافة، وبيحط الميثاق هيضعه بمشاركة المتخصصين. تعالى في المبادئ، ما إحنا حللنا المجتمع وحددنا المبادئ وضعنا، هنبدأ بقى مبادئ السلوك الوظيفي والإداري. لو أنا حللت وحددت وحطيت بمشاركة المتخصصين هضمن نتيجة نهائية، تقدم مجتمع، جودة منتج،
جودة عمل. كل كلمة ليها طريقة عشان تختارها في الامتحان. تنقيب، كشف عن إيجابيات وسلبيات. تحديد، هتلاقي بيحدد لك كلمة، تقسيم عمل، لا تعاون، لا كذا، بيحدد هنا وضع. الله، أنا هحط أخلاقيات المهنة بمشاركة متخصصين. هنا تلاقي إن الجملة فيها تقدم مجتمع، جودة عمل، وجودة منتج. واضح؟ تعالوا نبدأ في جزء حلو جدا، ألا وهو وجهة نظر الفلاسفة في العمل. قبل بس ما أقول وجهة نظر الفلاسفة في العمل، ما تنساش إن الفيلسوف عضو عايش في المجتمع، يتأثر بأحداثه ويؤثر فيها. وانت في تانية ثانوي خدت ان كان في سقراط عايش في اليونان، الله، كان في السوفسطائيين على رأسهم زعيم الحركة السوفسطائية بروتاغورس، وخدتها في الباب الرابع. الفيلسوف هو اللي بيحدد هوية الوحدة الوطنية. فيلسوف ينقل مجتمعه حالة تجزئة ولا مبالاة، حالة قوة وتماسك. الفيلسوف، خلي بالك، يقبل كل الأفكار الواردة عليه، بس يلخصها ويفندها ويروح ينقلها بالمحافظة على الثقافة. خلي بالك، الفيلسوف لو عندي عايش في مجتمع، لازم ما يسيبش المجتمع بتاعه كده، وإنما يدعمه ويدعم وحدته زي ما عمل هيجل في تدعيم الوحدة بألمانيا. تعال نشوف الجزء ده بقى، حلو جدا، عليه أسئلة كتير جدا. هدي اللعب كده وانت بتختار. أنا عندي واحد، أول شخصية معايا واحد اسمه أفلاطون، تاني واحد عندي اسمه أرسطو، الفارابي، ابن خلدون، آدم سميث، هيجل. أفلاطون وأرسطو بسميهم فلاسفة يونان، الفارابي وابن خلدون بسميهم مسلمين، آدم سميث بسميهم معاصرين. نبدأ. أفلاطون يرى أنه لنشأة المجتمع وتوفير حاجات المجتمع الأساسية، مأكل وملبس ومسكن، الإنسان ما بيعيش لوحده، وإنما جميع الأفراد بتتعاون مع بعضها البعض من أجل إشباع حاجاتها الإنسانية. أنت مذاكر؟ أنا عايزاك بس تركز في الحتة دي. أفلاطون نادى بالاجتماع الإنساني من أجل إشباع حاجاتنا، مأكل وملبس ومسكن. أفلاطون بيقول لك عشان ننفذ المأكل والملبس والمسكن لينا وسيلتين. طب ناخد الاتصال ده. ألو، ألو، ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. طب الحمد لله، عملت ايه في الامتحان التجريبي؟ الحمد لله كان حلو. طب الحمد لله. قولي. عندي سؤالين في المنطق. قولي. هو بيقول كل العصافير، سامعاك، لها جناحين وتطير، وكل النسور لها جناحين وتطير، وكل ايه؟ النسور. ايه؟ وكل الصقور لها جناحين وتطير. تمام. بيقولي اذا من المرجح، ايه، معلش، كل العصافير لها جناحان وتطير، وكل النسور لها جناحان وتطير، كل الصقور لها جناحان وتطير، اذا من المرجح ان كل ما له جناحين يطير. ها، كل ما له جناحان يطير. تمام. بيقول لي جبت ذلك المثال، ماشي، أو هو المفروض انا جاوبت ان هي حجة استقرائية وفقا للتفسير المعاصر. حجة استقرائية وفق الترتيب المعاصر. انت بس قولي لي، معلش، انت دي اللي مجاوباها صح؟ ماشي، انا عايزاكي تقولي لي بس الاختيارات اللي عندك. ماشي، هي اول واحدة حجة استقرائية ايه وفقا للتفسير التقليدي، التفسير التقليدي، والتانية حجة استقرائية وفقا للتفسير المعاصر. تفسير تقليدي وفق المعاصر. ثانية واحدة، ماشي،
والتالتة حجة استنباطية لا وفقا للتفسير التكليفي. ماشي، لا مستبعدة الحجة، والرابعة برضو حجة استنباطية. ماشي انا عايزة اعرف ايه الفرق بين التفسير التقليدي والتفسير المعاصر. ماشي، دي التلاتة واربعة مستبعدين، يبقى انت التقليدي والمعاصر. ماشي، إيه السؤال التاني بتاعك ايه؟ السؤال التاني هو شبهه بس مختار ان هو التفسير التقليدي، إيه شبهه بس ايه؟ بس هو مختار في الاجابات تفسير تقليدي. هو مختار في الاجابات تفسير تقليدي، نفس السؤال ده نفس الصيغة دي. طيب ماشي، يعني انت بس عندك لا في التفسير التقليدي والمعاصر ما بين الحجة الاستنباطية والاستقرائية، المبدأ والمنطق، صح؟ طيب ماشي، خليكي معانا وهجاوب لك على السؤال. ماشي طيب يا ماشي، ستي، شكرا ماشي لحضرتك. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. احنا فعلا هنفرد حلقة للمنطق، المنطق اللي هو الباب الأول، مش عشان سؤال ياسمين، الباب المنطق ده محتاج انك تكون متمكن فيه، فانا ان شاء الله هحاول في الحلقة اللي جاية انت هتكون ذاكرته، هحاول ان احنا نفند، بس انا عايزاك تكون تتكلي عليه، تتك على بيكون، وتتك على خطوات الاستقراء التقليدي، وتتك على الخطوات بتاعتك، بحيث توريني ازاي انت هتذاكر وانا اربط المسامير بتاعتي. خلاص، هجاوب لك على الجزء ده في اخر الحلقة يا ياسمين، ما بين التفسير التقليدي والتفسير المعاصر. ارجع كده لافلاطون، احنا قلنا ان افلاطون عايز يبني مجتمع يوفر مأكل وملبس ومسكن، وعشان نوفر المأكل والملبس والمسكن قلنا لينا طريقين، مجتمعات سماها بدائية ومجتمعات سماها متحضرة. المجتمعات البدائية كان كل انسان بيقسم وقته، دي عبارة عن 6 قصص، شطارتك بس تعرف الجملة بتتكلم عليها عشان تختار اسم الفيلسوف. المجتمعات البدائية كان كل انسان بيقسم وقته بينهما. في المجتمعات المتحضرة كان كل واحد ليه تخصص، تخصصك ايه؟ معك ملبس، مسكن. اذا افلاطون يؤيد المجتمعات المتحضرة وفق مبدأ التخصص. خلي بالك، هو انت افلاطون زيك زي رجال الاقتصاد؟ لا، افلاطون لا يوجد تشابه ما بينه وما بين رجال الاقتصاد. افلاطون لا يهدف لزيادة الثروة، وانما يهدف للحصول على سلعة جيدة، وان كل انسان يكون مستريح في اداء وظيفته. ما تنساش افلاطون قسم المجتمع للاحرار والعبيد، بس مش معنى انك تلمع عبيد تختار افلاطون، لان ارسطو برضه هيتكلم على العبيد. الحر بحث وسياسه وفلسفه وارض زراعيه، ولكنه لا يقوم بزراعتها. خلي بالك، انا نفسي بس تفهم الحته دي، الحر ما يشتغلش لانه بينادي في مبدا التخصص، فانت احنا محتاجين نفضيك، انت تخصصك كذا، سيب بقى العبيد ده تخصصهم، العبيد تخصصهم يقومون بمهمه تحصيل الرزق عن الاحرار. عشان كده لو انت لمحت سؤال من يتقن عمله لا يتسخ يداه، او الحاكم لا يقوم بمهمتين، اقرا سؤالي كويس، اقرا السؤال بتاعي كويس. اذا معنى كده ده الحر وده مين؟ العبد. ما تنساش ان تم توجيه نقد وتعقيب نظرته ضيقه للعمل، اقر بنظام العبوديه وهي فكره تتعارض مع حقوق الانسان. نيجي لارسطو، خلي بالك ارسطو ما اتكلمش وما قالش حاجه، قال انا بايد استاذي افلاطون واقر بنظام الرق ونظام العبوديه كامر طبيعي. اي جمله تتسم بالقسوه في نظام الرق تحس ان في فظاظه في الاسلوب وغلاظه، تعرف حضرتك ان هو بتتكلم على ارسطو، بس اقرا السؤال بتاعي كويس. اقر ارسطو بنظام الرق وقال ان الرق اله الحياه واله منزليه، العبيد يشتغلوا بره البيت وجوه البيت. بره البيت يقوموا بتدبير الاعمال، زراعه وصناعه وتجاره، جوه البيت اشتغلوا بتدبير الاعمال المنزليه. ما تنساش قسوه ارسطو نادى بالتمايز بين البشر، فهناك افراد ولدوا ليكونوا عبيد وافراد ولدوا ليكونوا احرار. تقرا لو سمحت السؤال بتاعك كويس، الجمله اللي فيها نظام العبوديه اقراها ما بين افلاطون وارسطو، اقرا الكلام بتاعي، جمله فيها موضوعيه. طب الجمله تتسم بالقسوه بالغلظه بالفظاظه في الاسلوب، لان ارسطو دعا للتمايز، هناك اناس ولدوا ليكونوا عبيد بالطبيعه وافراد ولدوا ليكونوا احرار. ما تنساش الفارابي، الفارابي يدعو لمدينه سماها المدينه الفاضله، المدينه المثاليه، المدينه الروحيه. تعال كده بص لي، لو انا عندي مجتمعين، دي مدينة ودي مدينة، المدينة الفاضلة
هتلاقيها منظمين، هتلاقيهم متعاونين، هتلاقيهم سعداء. طب مش هنتعاون، تظهر عكسها، ألا وهي المدن الغير فاضلة. إذا أي جملة بتتكلم على فكرة التعاون أقراها. طب الله، أنت لسه قايلة على أفلاطون، أفلاطون ندى بالاجتماع الإنساني، ندى إن الإنسان ما يعيش لوحده، ندى إن كلنا بنعتمد على بعض في إشباع حاجاتنا. الفارابي ندى بفكرة اسمها فكرة التعاون. ما تنساش إن الفارابي قسم المجتمع لثلاث طبقات، قمة ووسط وقاع. قمة ملك وإمام ونبي وفيلسوف، الوسط جنود وعلماء، القاع زراع وصناع وتجار. خلي بالك، الوحيد اللي تأثر بالدين الإسلامي وتأثر بفلاسفة اليونان، هتختار حضرتك مين؟ الفارابي. تعال نشوف ابن خلدون. ابن خلدون كلامه منطقي وكلامه سهل. ابن خلدون عمل كتاب سماه المقدمة، مقدمة ابن خلدون. لو انت فاكر في الباب الأول فلسفة، مقدمة ابن خلدون كتاب العبر في ديوان المبتدأ والخبر. إذا تحدث ابن خلدون على كل المهن المختلفة كلها، تحدث عن مهنة التجارة وعرف التجارة تنمية المال عن طريق شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى من ثمنها قليلا. خلي بالك، بص الجملة اللي هقولها. ابن خلدون يقيم الأفراد وفقا لعملهم، ابذل مجهود أديك قيمة. إذا العلاقة ما بينهم علاقة طردية. خلي بالك، لأن السؤال ده منتشر كتير جدا، تختار لي ابن خلدون. نحن نقيم الأفراد وفق عملهم ومكسبهم، وأن الشخص الذي بلا عمل يصبح بلا قيمة. خلي بالك إن ابن خلدون تحدث عن صفات التاجر: عدم الاحتكار، ما تخبيش السلعة، عدم الغش، عدم التضليل، أن تكون نسبة الربح قليلة. إذا الجملة اللي بتتكلم على الحس التجاري أقرأها كويس، الجملة اللي فيها صفات للتاجر واحتكار وغش وتضليل أقرأ الجملة بتاعتي كويس. تعال نشوف معايا اتنين. آدم سميث وهيجل. آدم سميث أبو الاقتصاد، عمل كتاب اسمه ثروة الأمم. دماغه شاطر شاطر، بيسمح بحرية التبادل التجاري ما بين الدول، بيترك للفرد الحرية في اختيار المهنة اللي هو عايزها، لأن شايف إن كل إنسان وهو بيحقق منفعته الخاصة بيحقق المنفعة العامة، ودي فكرة سماها اليد الخفية ما بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. الجمل اللي فيها كلمة تبادل تجاري، ما هو في فرق ما بين تبادل تجاري بين الدول وحس تجاري عند ابن خلدون. رفض فكرة القيود الجمركية والضرائب الجمركية. إذا بختار مين؟ آدم سميث. يعتقد في كفاءة نظام قادر على التوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. إذا بختار مين؟ آدم سميث. خلي بالك، مالكش أي حدود في عملية التجارة غير حدود سماها حدود المنافسة. تعالى في هيجل. إنتاج إنسان بواسطة إنسان، تحرر من سيطرة الطبيعة وعدم الخضوع ليها. أنا عايزة بس الجملة دي تخلي بالك منها. ما هو زمان كنا إحنا ما بنشتغلش، فكانت تحصل برق ورعد فكنا نخش نستخبى جوه الكهوف. لكن لما اشتغلت فأنت اللي سيطرت على الطبيعة، وبالتالي أنت تحررت من سيطرتها عليه. العمل عند هيجل أساس العلاقات الاجتماعية. أنا رحت أصلح عربيتي، الله الراجل كويس، لا عنده أمانة، لا عنده إخلاص، بدأت أتعاون معاه، أتعامل معاه، الله قلت أرقام تليفونه لحد. إذا عمل خلى أساس علاقات اجتماعية. علاقتنا بالعمل ليست علاقة معرفية، وإنما علاقة تحويلية. واضح الكلام؟ إذا في عندي حاجات، يعني اجتماع إنساني، أي جملة بتتسم بالغلظة عند أرسطو، مدينة فاضلة، مدينة روحية. خلي بالك، تأثر بأفكار أفلاطون وأرسطو دون تجديد، تأثر بالدين الإسلامي. ابن خلدون عارض كل من أفلاطون وأرسطو. خلي بالك، آدم سميث أي جملة فيها تبادل تجاري، الله، فرض ضرائب، تخلص من قيود جمركية، حرية، تنافس. وما تنساش مين؟ هيجل. أنا عايزاك تخلي بالك من الفرق وتركز بقى كده معايا. أنا عندي اختلف الفلاسفة
حاول اوضع معايير للمهنة، فريق اول، فريق تاني، وفريق بسميه فريق تالت. فريق اول فريق مثالي يربط بين الطابع العام والطابع الخاص، عدالة، امانة، ضمير، ياريت اي حد شغال في مهنة خاصة يقوم بتنفيذها. نظرة مثالية، نظرة ليست واقعية. وبالتالي الفريق الاول ما عندوش عواطف، بينفذ الاوامر والنواهي بغض النظر عن مخالفتها للميول او الواقع او الدين، عارف، غشيم في التنفيذ. الفريق الاول الاوامر لا تخضع للسلطة او للدين. اذا معنى كده، خلي بالك، اي فريق بينفذ، اي فريق في جودة عمل، انجاز العمل، تجويد العمل، بيتكلم على الفريق الاول. اي جملة بتتكلم على الممارسة، الخبرة هي الاساس، بتكلم على الفريق الاول. اذا ده الفريق الاول. الفريق التاني يدعو للتوازن ما بين الاداب العامة والاداب الملزمة. اداب عامة بمعنى سرايا مدرسة، طب يا ريت يا سرايا تكوني عندك توازن ما بين الاداب العامة والملزمة. اداب عامة حب وود وألفة ما بيني وما بين الطلبة. أداب ملزمة ضمير وأخلاقيات. الله قاضي بيأدي وظيفته، ولكنه يؤمن أن المتهم بريء لحد ما تثبت إدانته. فكرة التوازن نابعة من الفريق التاني. تعال بقى في الفريق التالت، أكثر الفرق واقعية. يرى أنه قبل تنفيذ القواعد والمعايير لابد من فحص الثقافة، وإلا هتتحول إلى شعارات جامدة. شخص بيكره مهنة التدريس، الله، يشعر بالاحتكار، حاسس ان الطلبه بتحتقره، كيف يمكن مطالبته باداء اخلاقيات المهنه؟ اذا معنى كده معايا عامل شغال عامل قمامه، الله، محدش بيحترمه، ازاي اطالبه بان هو يحترم قواعد المهنه؟ يبقى معنى كده، خلي بالك، هنا فريق مثالي، هنا فريق موازن، هنا بيربط المهنه بالطابع الثقافي. بمعنى قبل ما احط القواعد والمعايير لابد من فحص الثقافه السائده، والا هتتحول الى شعارات موجوده عندي بسميها شعارات ميم جامده. الفرق مش هقول لك انها سهله، لازم تقراها كويس، تعصر دماغك عشان تعرف تختار ما بينهم. معلش الوقت أزف، طبعا الإخراج بيقول لي خلاص الوقت، كان نفسي أستكمل معاكم الباقي التاني، بس إن شاء الله أشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا النهاردة من حلقة النهاردة، وأكون ضفت لكم حاجة جديدة. لقاء آخر، حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.